نيوكاسل يونايتد ليفربول واش عندنا كيفاش الشوط الثاني وين كان قوي بالنسبه على نيوكاسل وين ليفربول وين سجل بعد ما كان معدل النتيجه وين الشوط الثاني وين سجل 3 اهداف بعد دخول لاعبين احتياطيين ماني شنا كيفاش صلاح شنا كيفاش كريش شنا روبرتو فيرمينيو ترينارت يعني نقولوا بلي ربعه اللي كانوا في الاحتياط دخلوا وين عرفوا كيفاش قلبوا المباراة شنا كيفاش نيوكاسل في الدقيقة الأولى دوات اللي سجل الهدف في الدقيقة الأولى وهو نقولوا باللي هو مهاجم شنا فان ديرك اللي عدل النتيجة في الدقيقة 38 شنا أوريجي اللي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 59 89 سايدو ماني اللي سجل الهدف الثالث هدف الفوز يعني في الدور الإنجليزي الممتاز البريمي ليج في الجولة 38 وشنا بريس اللي لعب خطة تاع التشكيلة تاع نيوكاسل يونايتد اللي دخل بخطة 3-5-2 شنا كلوب اللي دخل بخطة 4-3-3 يعني كانت المباراة شنا مارتين شنا خافاير دي فيدريكو شنا داني شنا يعني نقولوا بلي من جانب نيوكاسل إلينسون شنا كيفاش إلينسون شنا غوميز شنا فان ديك جورجينيو جيمس ليكس إيليكس شنا ديفوك شنا توكمي ترانت شنا توريس شنا روبرتو فيرمينيو شنا سايدو ماني محمد صلاح اللي دخلوا في الشوط الثاني شنا كيفاش السيطرة كانت كبيرة ليفربول وين السيطرة 69% نسبة استحواذ ليفربول 721 تمريرة نيوكاسل 188 تمريرة فقط 31% نسبة استحواذ يعني نقولوا بلي كانت المباراة مباراة اللي كانت قوية مباراة كانت تكتيكية خاصة بعد شاهدنا كيفاش دخول لاعبين الدقيقة نقولوا بلي دخل روبرتو في الدقيقة 64 سايدو ماني دخل في الدقيقة 64 محمد صلاح في الدقيقة 64 وين عطات دفعة وين خلات نيوكاسل يرجع حساباته رغم أن شنا كيفاش خروج نبيل بن طالب في الدقيقة 49 وين كانت نقطة تحول بعد خروج بن طالب وين شنا كيفاش ليفربول وين ضغط في خط وسط الميدان يعني نقولوا بلي كانت غلطات تاع التكتيكية من المدرب تاع البريس تاع نيوكاسل يونايتد وين شاهدنا كيفاش انهزام بنتيجة ثقيلة 3 أهداف لهدف واحد أمام ليفربول ونقولوا ليفربول يبقى الفريق القوي وين عرف كيفاش في الشوط الثاني بعد ما كان منهزم في الدقيقة الأولى من اللعب شنا كيفاش عدلوا النتيجة في الشوط الأول في الدقيقة 38 59 وين ديوك أوريجي اللي سجل في 59 سايدو ماني اللي سجل في الدقيقة 89 دقيقة قبل نهاية الشوط الثاني يعني كانت مباراة قوية مباراة وين شاهدنا كيفاش نيوكاسل ينهزم أمام ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدف في الدور الإنجليزي الممتاز البريمير ليج الجولة 38 سعيد